بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح يكون موضوعنا اليوم بعنوان عندما تلتقي النار مع الماء. مثل ما تلاحظون هذه الصورة من موقع من جزيرة هاواي حيث تمتزج النار بالماء، فلا الماء على كثرته يطفي النار ولا النار على شدتها تبخر الماء، ويبقى هذا المشهد في توازن عجيب خلال آلاف السنين. يقول تبارك وتعالى: والبحر المسجور، سورة الطور آية 7. ومعنى المسجور أي المشتعل. صراحة ما نقول إلا سبحان الله والله أعلم.